بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مسحنا بيرحب بينا، تعالوا كلنا نتجمع حواليه في سجود القلب وسجود الجسد. كل إنسان شايفنا وكل إنسان شايفانا، تعالوا كلنا نشترك في الصلاة، ننضم للاجتماع الكبير على الجبل. في وسطينا مخلصنا إمانوئيل، في وسطنا الآن إمانوئيل، في وسطنا الآن إمانوئيل، في وسطنا الآن. تعالوا كلنا نصلي، كلنا نرفع قلوبنا ليه، نرفع ليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله، نسبح اسمه ونمجده، وبعد كده نقول له طلبتنا. ودنه لكل أحد يسمع كل سؤال ويستجيب كل طلبة. مخلصنا وفادينا وحبيبنا يسوع المسيح، فرحانين بيك وانت في وسطينا، كرامة ومجد ليك. فرحانين بيك وانت في وسطينا، كرامة ومجد ليك، وانت فرحان بينا، وانت فرحان بينا. ولادك وبناتك الغاليين عليك، حتى الغريب بتحبه، واللي لسه مش عارفك بتحبه، واللي لسه ضدك بتحبه، واللي بيحاربك ويسيء الى اسمك بتحبه، ومادد ايدك للجميع، مادد ايدك للجميع، فاتح احضانك وتقول تعالوا الي يا كل احد، يا كل انسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صلي، كلنا نصلي، قول اللي في قلبك، قول اللي انت عايزه ومحتاجه له، اشكر المسيح، سبح اسمه ومجده. كلنا بلسان واحد نمجده. كرامة ومجد ليك، كلمنا، ودي عبدك كلام، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي بروحك القدوس. انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي.
ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، واملأني بالمحبة واسر أنت أمامي، واملأني بالمحبة واسر أنت أمامي، واملأني بالمحبة واسر أنت أمامي. أنت أدرى باحتياج كل نفس، أنت أدرى باحتياج كل نفس، أنت أدرى باحتياج كل نفس. هتستجيب كل طلبة لكل أحد لأنك بتحبنا كلنا. فينا التعبان جاي لك تريح، فينا المريض، كل مريض، كل مريض، كل مريض افتقده ولمس شافي لكل أحد في العالم كله وفي مصر أيضا. كل مريض مسلم مسيحي، كل مريض، واللي طلبوك في ضعفنا اعبر إليهم بلمس الشفا ويعود المجد إليك وحدك، ويعود المجد إليك وحدك، كرامة ومجد ليك. فينا المهموم، مين يشيل همه غيرك؟ فينا المديون، مين يسد عنه غيرك؟ فينا المتضايق، مين يفك ضيقته غيرك؟ فينا الحزين، مين يفرح ويعزيه غيرك؟ فينا المتألم واللي فرقوه حبايبه، مين يعزيه ويدفدف عليه غيرك؟ يا حنين يا طيب، يا من انت حنين واللي حمل تخلي هين، يا من انت حنين واللي حمل تخلي هين، يا سبب هنانا وسر رجانا، يا سبب هنانا وسر رجانا، وانت وحدك مصدر عزانا، وانت وحدك مصدر عزانا. واثقين انك حتكلمنا وتعلمنا وتفرحنا وتعزينا. اقبل شكر قلوبنا، كرامة ومجد ليك. آمين. مرحب لك بكل أحد في أي ركن في العالم، وأتذكر وأذكركم إن إحنا كلنا ضيوف المسيح له كل المجد. لممنا حواليه لأن بيحبنا وغاليين عليه، عايز يريح كل نفس. صدقوني
أنا مش بوعظ، لكن من قلبي بقول له جدنا في محضرك، من قلبي هو اللي هيدينا كلام يكلمني وأكلمكم. اطمع فيه، ترمي عليه، قل له النهاردة يا رب عايز بركات جديدة. أمين أمين. وإحنا كلنا محتاجين ليه. ودلوقتي مع بعض الأسئلة سؤال. واحد بيقول احنا في ايام محتاجين نصلي ونصوم 3 ايام زي اهل نينوى لما صاموا كلهم مع بعض بروح واحدة، ربنا رفع عنهم، وكمان سمعان الخراز لما صاموا كلهم زي ما قال الأنبا إبراهام قدروا ينقلوا الجبل. الصلاة والصوم المشترك يحل أصعب حاجة في الدنيا. يا ريت الرسالة دي توصل للكنيسة. هي وصلت والكل بيسمع. وتفتكر ما فيش ناس بتصلي وصايمة؟ أنا في اعتقادي، ويمكن لو حددت كلامي على مصر، إن أغلب بيوت المسيحيين صارت كنايس، صارت كنايس، وناس كتير بيجتمعوا يوميا باللي يسموه ده الفيديو كونفرنس، كل واحد في مكانه، كل واحد في بيته، وبيشتركوا في اجتماعات مبروكة جدا مبروكة جدا. لكن يمكن انت بتطلب حاجة رسمية على الكنيسة تعلن صوم وصلاة 3 ايام. اقتراح حلو وكويس، يعني ممكن يتنفس، لان فعلا الحاجة شديدة جدا للصوم والصلاة، حاجة شديدة جدا للصوم والصلاة. ويمكن لو بعدت شوية عن السؤال ده هلاقي حاجة لفتت انتباهي جدا النهاردة، وانا قدامي ورق كتير جاي وإيميلات. اللي لفت انتباهي، وخلي بالكم الحاجات دي، اني بيوت كتير، وانا استغربت الحقيقة، عايشين على السحر والدجل، بيوت مسيحية. وانا هقرأ عينات من الكلام الكتير اللي موجود قدامي. شوف مثلا، انا بنتك فلانة من امريكا، في امريكا، وانا في اولى جامعه لقيت حجاب في هدومي في اوضتي بالمدينه الجامعيه،
ومن يومها من 11 سنة وعندي ألم في عضل جسمي وإمساك مزمن، وحياتي كلها قلبت 180 درجة للأسوأ. تعليمي وقف وحالتي النفسية صفر وشغلي واقف، حتى الجواز كله مش ماشي. أنا عايشة نفس فقط بدون حياة. وعد مني لو قدسك صليت لي حبعت. أمين يا بنتي أمين. أقول حاجة تاني وحاجة تالتة. سلام ونعمة يا أبونا، أنا فلانة حابة أخذ رأيك في موضوع. أنا متجوزة وعندي بنت، في مشاكل بيني وبين زوجي، ودلوقتي أنا في بيت أهلي. أنا كنت متجوزة في شقة إيجار، وجه زوجي عايز يرجعني بس في أوضة جنب أمه في بيت أبوه. ملحوظة، أبوه شغال دجال معاه كتب وسحر وناس داخلة وناس طالعة، عايزة رأي قدسك أقبل ولا أقعد في بيت أبويا. أنا فلان من البلد الفني، ابني وقع ضحية نصب من إنسان معدوم الضمير، ادعى إنه بالإنجيل والإجبية يقدر يحل المشكلات والخلافات بالإنجيل والإجبية، يحل الخلافات اللي بتحصل داخل الأسر. وخد بيانات ابني وعمل له عمل وأشياء شيطانية ومن يوميها وابني تعبان جدا، يشعر ان في حد بيكلمه ويقول له عمرك ما هتشوف راحة في حياتك، يشعر انه أشياء غريبة تمشي داخل جسده ولا يستطيع النوم، وهو شاب صغير عمره 22 سنة وداخل على امتحانات آخر سنة بالجامعة، تعبان جدا جدا وأكثر من أب كاهن صلوله لكن مازال تعبان. أرجوك صلي من أجله، حياته متدمرة ومش عارف يعيش ومستمر في التعب والبكاء. حاجة رابعة، أبونا مكاري كل سنة وقدسك طيب، أشكرك بعد تقبيل أياديكم الطهرة. أنا أرملة من سنوات، شاءت الظروف إني أبني شقة في بيت الوالدة، وبعد مدة من الوقت الشقة زينت في عين أخويا، حلوت يعني، وصار يعمل أعمال شريرة ليا والأولادي بالهجرة من البيت، ومما سبب عدم زواج بنتي. رحت للآباء الموقرين للصلاة ليها، والكل قال لي لو عايزة لبنتك الزواج لابد من ترك المنزل وليس لي مكان آخر، أرجو الصلاة من أجل تطهير المنزل. لا، نطهر قلوبنا الأول، نطهر قلوبنا الأول. أقرأ دي كآخر واحدة لكن مش آخر واحدة عندي. اتولدت في عيلة ما تعرفش يعني ايه حب، وانت الجمعة اللي فات كنت بتحكي عن الحب. انا كان نفسي ابقى حاج مشرف، حاجة مشرفة لي ولأهلي ولمصر. كان نفسي اكمل تعليمي بس ماما رفضت عشان ظروف ما تسمحش اني اكمل تعليمي. اتخطبت لحد كويس بس الخطوبة ما كملتش، وغير كده انا كنت متردد
ولا مترددة؟ عشان هو أكبر مني بعشر سنين. عارف يا ابونا، أنا من ساعات ما ربنا خلقني معرفش يعني إيه حنية أبويا. دايما إخواتي وأمي بيسلطوا عليا، كان يجي يضربني، ودايما كان بيشتمني. من كتر اللي شفته بقيت حساس اني بكره ومش بطيء. صدقني غصب عني عارف ان شعور الكره قطية. كان نفسي ابقى في وسط عيلة بيحبوا بعض، بس للأسف انا من حوالي اسبوعين بحلم ان في حد بيصلي وبيطلع من علي الشيطان، وهو بيصلي في شيطان هو اللي بيرد. وبعدها بيومين جه عريس البيت وكان فرحني بيه، كنت عايزة أوافق. وأنا قعدت معاه، وبعد ما مشي من البيت وحد معاد إنه يجي تاني رجع قال مفيش نصيب. رحت أنا قلت التصوني من دير كذا، راحت هي صلت لي وأنا إيه حد بيصلي، راسي بتوجعني وكده. مرة أب كاهن يحط إيده على راسي توجعني قوي، ولما التصوني صلت لي قالت اني شاربة حاجة لازم ارجع الحاجة دي، بس انا ما قدرتش ارجعها. وبعد بيوم قالت لي ان ابونا صلى وبيصلي، كنت عايزة انام وراسي وجعتني وما كنتش قادرة افتح عيني، وابونا اداني زيت ومية. الى اخره. مش عارفة يعني ايه حب، بس ازاي يدمر بعض؟ انا ذنبي ايه؟ انا بنت ربنا. الى اخره. كفاية كفاية. انا استعجبت جدا وانا عمال اتابع الرسائل دي، ولقيت جانب كبير من بيوتنا المسيحية ومن ولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأخواتنا عايشين على السحر، عايشين على السحر رغم الصوت العالي من ربنا، أقصد الكورونا، وإن الإنسان في المسكونة كلها بينه وبين الموت خطوات، وحيقف قدام ربنا ازاي يتعامل مع الشيطان، وازاي انت كإنسان مسيحي تسمح للشيطان اللي هو يقودك يتدخل في حياتك، انت اللي بتستدعي وانت اللي بتروح له برجليك، وكأن الإنسان اللي بيعمل سحر واللي بيمارس الحاجات دي كان بيروح للشيطان يقول له انا بسلمك حياتي انت سيدي، بدل ما يقول للمسيح استلمني بيروح للشيطان يستلمه. والنهاية مرة هنا وهناك، النهاية مرة هنا وهناك. يا ريت اللي سمعني، دي عينات قليلة من اللي حاصل، اللي سمعني توبوا الآن واقطعوا عهودكم مع الشيطان واترموا على المسيح له كل المجد. قولي له نجيني 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 من الهلاك الأبدي. مع الشيطان ما فيش سلام، مع الشيطان ما فيش راحة ولا طمأنينة. السلام والراحة والطمأنينة مع رب المجد يسوع وحده. آمين. أبونا العزيز مكاري أشكرك. أنا مسلمة، ابني اتجوز
وخلف طفلة وأنجب طفلة صغيرة. زوجته تهمل في كل شيء وجعلت منه عدو لينا. لقيت في حقيبتها حقيبة يدها بالصدفة الخواتم اللي أرسلت لسيادتكم صورتها. كانت بعتلنا رسالة وبتقول إن الخواتم دي كانت حطها في شنطتها مرات ابنها. هل هذه الخواتم التي لا ترتديها أبدا تحمل سحر بالقلب والطاعة كما نشعر أم لا؟ خصوصا وإني ابني ظهرت عليه أعراض أمراض مؤخرا احتار فيه الطب، أطلب الصلاة من أجل شفاء ابني، ذلك أنني أثق جدا في المسيح عليه السلام. وسيادتكم لأن أنا طلعيني من بره، أنا خدام ولا أسوى، ما يتحطش اسمي جنب اسم المسيح ولا أي اسم تاني جنب اسم المسيح. قولي أنني أثق جدا في المسيح بس عليه السلام، ذلك أنه إذا أراد يستمر معها على ابنها يعني يكون ذلك بإرادته وليس بالسحر. هي كانت بعت رسالة، متهيألي رسالة صوتية، رسالة صوتية باللغة العربية. إذا أراد أن يستمر معها يكون ذلك بإرادته وليس بالسحر. وبالمناسبة وضعت يوم الجمعة الموافق 12/6 زجاجة ماء أمام التلفزيون وأخذت وأشرب منه، فشفيت من تعب في بطني ورجلي، شفيت ببركات المسيح عليه السلام وبركات الاجتماع. أنا برحب بيك وبرحب بكل إنسان مسلم أو مسيحي، وأنا شخصيا بعتبر كل إنسان حبيب وصديق لي، وما بقولش ده مسلم وده مسيحي، لأن زي ما إلهي بيحب المسلم أنا بحب المسلم، وزي ما بطلب الشفاء للمسيحي قبل منه بطلب الشفاء للمسلم. فأنا برحب بيك أهلا وسهلا، وأنا مبسوط من كلامك ومن رسالتك، وعايز أقول لحضرتك ما دام لجأت للمسيح اللي بيقول هو من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وإحنا نثق إن المسيح هو الله الواحد الذي لا شريك له، بس جالنا في صورة إنسان هنا بلا خطية عشان يشيل شريتنا ويرفع حكم الموت عننا. فالمسيح اللي مشي على الأرض واللي زار مصر هو نفسه ربنا المالئ الكل، إله الكون ومبدع الكون، هو الله اللي جه مشي ومشي على أرض مصر. هو ده اللي انت بتكلميه، هو صاحب السلطان وحده، ومدام لجأتي له في ثقة لابد هتشوفي منه كل خير. وأنا بنصح كل إنسان، كل إنسان، وعلى الأخص المرضى اللي عيانين دلوقتي، كل مريض ارفع ايدك وقول يا يسوع المسيح اشفيني، وانا هقول حاجات دلوقتي تاني غير كده. قول يا يسوع المسيح اشفيني. كل مريض، كل اللي شايفيني واللي سامعيني دلوقتي في كل ركن في العالم، قول يا يسوع المسيح اشفيني. والرب هيصنع الآيات والمعجزات، ده مش كلام، ده مش كلام. يا يسوع المسيح اشفيني. أمين أمين. وربنا يكون معاك وحيستجيب لطلبتك ويفرح قلبك ويكمل المشوار معاك. أمين.
واحد بيقول مساء الخير يا أبي، أنا لما بتناول بحس القربان يقف في قلبي ما بينزل لمدة طويلة، ماذا يعني هذا يا قدس أبونا؟ يقف في قلبي يعني يقف في قلبي، قول يقف في زوري مش في قلبي. هو المناولة بتروح لقلبك. شوف يا حبيبي، لو كان في أي تعب من جهة المناولة الإنسان يرجع لنفسه يفحص نفسه، هل أنا مستحق للتقدم للسر؟ لأني اللي يتناول بدون استحقاق يصير مجرم في جسد ودم الرب، مجرم. إيه المطلوب؟ المطلوب إن اللي يتقدم للتناول يكون أولا إنسان طبعا مسيحي مؤمن ومعتمد متعمد، يعني دي حاجة مفروغ منها، لكن يكون عايش حياة توبة حقيقية، عايش حياة توبة حقيقية. وأكرر الكلمة وأقول عايش حياة توبة حقيقية. وهنا ممكن أحط حاجة بين قوسين، فيه البعض اعتاد اتعود إن يوم السبت يقول لك أروح أفرغ. دي كذبة، دي شتيمة، دي حلفانة، دي كذا دي كذا، يوم السبت. ويوم الحد الصبح يتناول ويطلع من المناولة يرجع للي كان فيه. أنا بنبه، التوبة أساس للتقدم للسر، والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها، والتوبة هي قيامة واللي قام ونال حياة ما يرجعش يموت تاني، واللي ساب الكورة البعيدة وترمى في حضن أبوه ما يرجعش للكورة البعيدة تاني، بحيث اللي اعترف يوم السبت مش هيرجع تاني يقول أنا عملت اللي تركته. لا لا، يبقى أساس التقدم توبة واعتراف، توبة واعتراف. لكن من غير توبة الإنسان ما يستاهلش إنه يتقدم للسر. واحدة بتقول أنا ما استاهلش أتكلم معاكم لأن إنسانة خاطئة قبل الجواز، واتجوزت وعندي 3 أولاد والمسيح بيقول تعالوا إلي جميع الأتعاب وأنا أريحكم. طبعا جوزي ما يعرفش حاجة، والكنيسة عندي عرفت باللي حصل، وقررت بالانفصال عن زوجي. أنا محتاجة لرجوعي تاني عند يسوع، هو بيعرف وبيسامح. أنا محتارة ومحتاجة لمشورتك، أنا بسمع العظات وبتعزى بيها. شوف يا بنتي، ما فيش إنسان ما أخطأش، وبناش أقول التعبير الدارج ما فيش إنسان من غير خطية، لا دي كلمة غلط، وكمان ممكن يكررها اللي بيقول وإن كانت حياته يوما واحدا على الأرض، ده كلام غلط. ده بيقصد المولود وعليه حكم الموت بسبب آدم الأول. لكن أقول ما فيش إنسان ما عملش خطيئة.
بعد التوبة بيبقى إن أخطأ لحاجة خارجة عن إرادته، لكن ما يقصدش الخطية. يعني مثلا أبونا داود الإنسان العظيم، إنسان عايش فوق في السماء، وتسبيح وتمجيد وتهليل وحاجة، إيه دي؟ غلط. قال أعوم كل ليلة سريري بدموعي. أخطيت. لغاية ما جاله ناثان النبي وقال له، هو بيقول خطيتي أمامي كل حين، حط خطيته قدامه وقعد يبكي ليلة اتنين تلاتة، لغاية ما جاله ناثان النبي وقال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. خلاص شال الخطية، ما رجعش تاني يكرر الخطية. لا، انت اخطأتي، ومهما كانت خطيتك عند المسيح له كل المجد، الكبيرة زي الصغيرة، بل بالعكس لما يكون انسان خطاياه كبيرة او بيجي يترمي ويتوب توبة حقيقية، يقول يديله نعمة كبيرة، حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يديك نعمة كبيرة، وممكن تبقي قديسة وتصنعي آيات ومعجزات. انت ايوه، انا هديك مثل. تيجي السامرية وتقعد عند رجليه، هي سامرية، وبعدين يبان انها كانت عايشة مع ست رجال. قال لها ايه؟ ولا كلمة. الكلمة اللي قالها لها اذهبي وادعي زوجك. طبعا عشان يكشف الموضوع قالت له ليس لي زوج. قال لها واللي في بيتك مش جوزك. ده كل اللي حصل. عنفهاش، قال لهاش كلام صعب، ما ادهاش قلمين، وقال لها امشي انت خاطية وشريرة. لا، حنين، أحضانه مفتوحة، بيستقبل الكل، وأودهم انتي أخطأتي، المهم تكوني ترميتي في أحضانه وتبتي توبة حقيقية، الرب فرحان بيكي والسماء فرحانة بيكي وأنا فرحان بيكي. أما عن أمورك ربنا هيستلمها ويدبر حياتك ويهيئ لك كل خير. افرحي بالمسيح. مادام توبتك توبة حقيقية، السماء فرحانة بيك. حال القلب بتقرع وطوبى للي يسمع، حال القلب بتقرع وطوبى للي يسمع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من غير رجوع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من غير رجوع. تعالوا كلنا نرنم، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع.
واحد بيقول أنا ابنك فلان وعندي مشاكل في الشغل، المدير بينفعل ويزعق من غير سبب، ولما أكد له بالمستندات إني مش غلطان برضو يزعق ويغلطني بالعافية. أنا مخنوق ومتضايق ومش عارف أعمل إيه. أنت مش عارف تعمل إيه، لكن اللي عارف هو قاضيك، واللي صاحب القدرة هو إلهك وحبيبك وفاديك، واللي عنده الحل هو يسوع المسيح فاديك ومخلصك. انت مش قادر تعمل حاجة لان ده مديرك وخايف تعمل كذا او تتكلم او ترد، لكن لما العالم يفتري علينا ويظلمنا فيه القاضي العادل اللي عينه علينا، عينه سهرانة علينا، انت مش قادر تتكلم هو يتكلم، بس تسيب حملك عليه وبشرط عشان يشيل الحمل لازم تكون السكة بينك وبينه عمرانة، يعني ما فيش خطايا، يعني ليك علاقة حلوة بالمسيح، يعني عايش حياة توبة حقيقية. يقول لك سيب الأمر علي، سيب الأمر علي، بس انت اظهر الصورة المسيحية اللي تمجد اسم الله. هو يزعق ويغلط، انت انسان مؤدب، هو يفتري، انت انسان امين، هو ده انسان العالم، لكن انت ابن المسيح. خلي مسيحك يظهر في حياتك على الدوام، خصوصا على لسانك، ردودك، معاملاتك، طيبة قلبك، ادبك، اخلاقك، هي دي المسيحية. وبالضعف نغلب القوة الشيطانية، وبأدب المسيح نهزم العالم وشيطانه. ربنا يدي لك نعمة ويبارك حياتك. أنا هستنى الرد، بابا وماما دايما على خناق، وأنا قلبي بيوجعني لما بشوفهم كده، من أقل كلمة بينهم تقوم حريقة، وأنا مش متحملة خناقهم مع بعض، نفسي يحبوا بعض، ده البنت بتقول على أبوها وأمها نفسي يحبوا بعض. يا سلام، بحسهم لو قالوا كلمة لبعضهم حلوة بحس انها تمثيل. ماما بتشتم على بابا في الخناقة وهو يسب الدين ويجيب سيرة ربنا في كلام مش كويس، يا نهار ابيض. قول لي يا ابونا اعمل ايه، حسب خناقهم ويجيبوا سيرة ربنا اني مش هدخل السماء، انا نفسي اروح عند ابويا الحنين اللي هو يسوع حبيب قلبي. اهو ده بيت، واللي بتتكلم عنه مين؟ بنت. بدل ما الأب والأم يكونوا صورة ومصدر تعليمي جيد ومثال وقدوة لأولادهم، صاروا عار. البنت مش محتملة حياتهم، ده بيسب الدين والزوجة بتشتم
ولو قالوا كلمة حلوة بتحس انها تمثيل، يعني كذابين ومرائين. دي حياها، دي حياة المسيحيين، دي حياة المسيحيين. يعمل ايه ربنا عشان نتوب؟ يعمل ايه ربنا عشان نضمن الحياة الأبدية؟ يعمل ايه ربنا عشان ما نخسرش الجعالة؟ يعمل ايه؟ ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه؟ ربنا بيتكلم وباثنتين لا يلاحظ الانسان، لا يترك نفسه بدون شاهد، عمال يتكلم. ولي ادي بنوعظ ومن كل حتة بتلاقي وعظ، تلاقي كلام. ايا كان انت بتسمع كلمة، الكلمة دي ليك والكلمة دي ليك. والأساس إن ربنا مش عايز حد فينا يهلك، صدقوني، يريد أن الجميع يخلصون. الإنسان هو بنفسه بيمشي برجليه في طريق الهلاك. يعني أي إنسان لسه وبيباد وخطيته في قلبه وما تبش، انسان ماشي على ضرب الهلاك. يعني لو جه المسيح في نص الليل وعندي قدامي حاجات كتير ورؤى واعلانات ان المسيح على الابواب، لو جه المسيح في نص الليل هتكون فين وهتكوني فين؟ والعلامات اللي حوالينا بتقول اني الرب قريب. وده مش داخل في الوعظ ولا الكلام، ده العلامات اللي حوالينا بتقول الرب قريب، الرب قريب، الرب قريب. ولما تسمع كلمة الرب قريب يعني ايه؟ بيقول مخيف هو الوقوع في يدي الله. مخيف لو الإنسان حيروح وما قبلش خلاص ومخلصه، ما تمتعش بفداء الدم، الدم الدم والمخلص، يا ويله يا ويله يا ويله. مخيف هو الوقوع في يدي الله. لكن ربنا من لطفه ومن حنانه هنا يفضل يطبطب ويدفدف ويترجع ويترجع. وانا اقصد الكلمة وكأنه شحات يقف يخبط على باب قلبك وقلبك لنهاية الايام، لنهاية الايام. قول افتحي لي يا اختي يا كل نفس، يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي افتحي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. مين دي يا رب؟ دي اللي أنا حبيتها، النفس اللي حبيتها وجيت علشانها وشلت شيلتها، عالصليب فدتها، بقدم نفسي ليها، بخبط على ده. بيقول كلمة أصعب، بيقول لي كل نفس يعني بعيدة عنه ومش مؤمنة بي. المسيح خلي بالكوا من الكلام، بيقول ها أنا ذا أتملقها وأخذها إلى البرية وألاطفها. حاول تاني، يعني ربنا بيتعامل مع النفس البعيدة غير المؤمنة. المسيح له كل المجد، بيقول ها أنا ذا أتملقها. كلمة صعبة، نحن ما نقبلهاش علينا. لما تحب واحد بيشتم التاني بيقول ده متملق، يعني بيقول كلام مش في مكانه ولا بيظهر بصورة. يا نهار أبيض، ربنا بيقول، هو بيطلب الإنسان وبيخبط على باب قلبه، ها أنا ذا أتملقها، يعني أقول لها حاجة مش فيها، حاجة مش فيها.
وأخذها إلى البرية وألطف أنفرد بيها وأقعد أدفدف عليها وأقول له يا فلان توب، يا فلان بلاش السكة دي، يا فلان يا علان يا فلان، أو يدفدف ويطبطب أخذها إلى يا ما بينفرد بينا، يا ما ينفرد بالإنسان الخاطئ ويتعامل معاه بكل الطرق بكل الطرق. وطوبى للإنسان اللي يسمع، ويويل الإنسان اللي يرفض، يويل. ربنا مادد إيده لكل أحد لكل أحد، والباب مفتوح لكل إنسان، مفتوح لكل إنسان، وربنا بيترجاك على القلوب بتقرأ. وطوبى للي يسمع ويتوب توبة من قلبه، توبة من غير رجوع، بيخبط على باب قلبك. آمين آمين. كلام صعب صعب. أنا بنتك من الحتة الفلانية، الشيطان بيحاربني بأفكار نجسة يخليني أشاهد مناظر وحشة في الموبايل، بس ساعات بستسلم للأفكار دي واتصرف تصرفات لا تليق، وساعات برشم الصليب وما بستسلمش للأفكار اللي بتحارب. مع العلم اني بقرا في الكتاب المقدس كل يوم قبل ما انام، واستمريت لفتره اقرا في الاجبيه، لكن بترجع الافكار دي تحاربني تاني. انا ما اعترفتش خالص من وانا صغيره، وانا عمري دلوقتي 17 سنه، كنت دايما بسمع لقدسك بتقول اطلبوا الروح القدس، كنت بصلي واقول يا روح الله املاني وببكي. نعم، وانا بصلي لكن برجع برضو للخطيه، نفسي اعيش مع المسيح واكون اناء نقي لي. امين امين يا بنت. المسيح فرحان بيك، والسماء فرحانة بيك، وأنا فرحان بيك. بس عايز أنبهك لحاجة. أولا ممكن دلوقتي تقدمي توبة حقيقية وتترمي في حضن أبوك السماوي وتقول يا رب استلمني من النهار، وترمي الماضي من وراء ظهرك وتقول يا رب حياة جديدة من النهار. أمين أمين. بس عايز أقول لك بحاجة. أنت ابتديتي كلامك بتقولي الشيطان بيحاربني بأفكار نجسة بيخليني أشاهد مناظر وحشة في الموبايل. الشيطان بيحارب وهيستمر يحارب، لكن الله اداكي إرادة وهو يساعدها ويقويها ويشددها، يقوي إرادتنا. فين إرادتك أنت؟ فين إرادتك؟ لازم تقفي صلبة قدام الشيطان ومحارباته وتطلبي معونة من الروح القدس زي ما أنت اتكلمتي هنا. تطلبي معونة، ما تستسلميش للشيطان.
لأن أي حاجة بنعملها بإرادتنا الشيطان بيحارب، فأنا ممكن بإرادة صلبة أقول له لينتهرك الرب يا عدو الخير امشي، يمشي. فأنت بتستسلمي بإرادتك وبتصنع الشر بإرادتك، لكن من النهاردة حياة جديدة. أمين. من النهاردة حياة جديدة تبتدي فيها حياة الصلاة بحق، لأن رميت الماضي من وراء ظهر وألبسني ثوب الخلاص من جديد. إلبسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. تبتدي حياة جديدة، حياة الصلاة، تمسكي إنجيلك، تاكلي منه باستمرار، يبتدي لسانك يتغير وفكرك يتغير، مشغوليتك تتغير، منين ما توجدي مسيحك باين في حياتك وتحسي بالحياة الجديدة في المسيح يسوع. آمين. واحد بيقول عندي سؤال محيرني، شفاعة القديسين وشفاعة أمنا العذراء موجودة، لو فقط بيسوع المسيح مثل ما قال تعالوا إلي يا ثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأيضا من سمع كلامي وثبت فيه أثبت فيه. أنا ما دور القديسين وظهور العذراء مريم، كذلك الزيوت اللي بتنزل من صور القديسين والأعاجيب اللي يعملوها؟ بدي تشرح لي، هناك أفكار كثيرة تجول في ذهني، أفكار كثيرة تجول في ذهني. شوف يا ابني، اللي حيدخلنا السماء هو دم المسيح وحده، لأن المخلص واحد والطريق واحد، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ويسوع المسيح هو الشفيع الكفاري، من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يبقى لما اتقفل الطريق بيننا وبين ربنا بسبب خطية آدم الأول، اللي فتح الطريق مرة تاني هو آدم الثاني يسوع المسيح، وبيه وحده وبشفاعته وحده نوصل السماء. دي اسمها شفاعة الدم، الشفاعة الكفارية، شفاعة المصلوب، شفاعة يسوع المسيح وحده، شفاعة الخلاص، شفاعة الخلاص دي الأساس. يبقى أنا داخل السماء على حساب مين؟ دم المسيح. مين اللي حيوصلني؟ المسيح. في حد تاني معاه؟ لا، اسمها شفاعة الكفارة أو الدم. أمال القديسين إيه؟ القديسين يا ابني، أنا مثلا بصلي إنسان غلبان وضعيف، لكن في قامات من القديسين حلوة، سواء من اللي غلبوا وانتصروا لكن أحياء، واللي لسه مجاهدين على الأرض، كل دول جسد المسيح. فممكن مثلا زي القديس البابا كيرلس، زي يوحنا المعمدان، أولهم العذراء مريم. وهنا ممكن يكون لي شفعاء من المباركين اللي موجود على الأرض، ممكن.
دول ايه دورهم؟ انا اتكلمت عن الخلاص ده للمسيح وحده. اجي اقول مثلا فلان عيان، فلان مريض، ايه المطلوب؟ عايزين نصلي عشان ربنا يشفيه. اطلب من الاحياء الغالبين اللي غلبوا وروحوا، وممكن من الاحياء المجاهدين اللي موجودين على الارض، اقول ايه؟ يا عذراء مريم ارفعي صلاه من اجل فلان يشفى. يا فلان يلي انا اعرفك انسان تقي وقديس على الارض، بطلب صلوات القديسين. فالغالبين والمجاهدين كلنا بنرفع الصلاة للرب وبنطلب صلاة تقبل أو لا تقبل. دي شفاعة القديسين، اسمها ايه؟ تضرعات، توسلات، طلبات. اعمل معروف يا رب، بنتوسل، اسمها شفاعة توسلية أو تضرعات. لكن الشفاعة، شفاعة الخلاص دي للمسيح وحده، والكفارة للمسيح وحده. أنا اسمي فلانة، طالبة من قدسك تصلي لي إني تايهة ومش عارفة أنا عايزة إيه. العالم بيشدني ليه وأنا عايزة أعيش لربنا وأخدمه. أنا عايشة في أمريكا، بقيت بشوف حاجات جديدة علي، ومن جوايا عايزة أجرب، بس أنا بحب ربنا أوي ومش عايزة يزعل مني. بشوف حاجات جديدة علي ومن جوايا عايزة أجرب، بس أنا بحب. ده العالم يا بنتي، ده العالم. لكن ربنا بيفكرنا وبيقول أنتم لستم من هذا العالم، أنتم لستم من هذا العالم. أنت رحت أمريكا وجو جديد عليك، لقيتي حاجات ممكن تستهويك بحسب الجسد، بحسب الجسد. لكن أنت بنت المسيح ومدعوة للمجد الأبدي، والرب ألبسك توب الخلاص، ألبسك توب الخلاص. أنت مش من هنا، أنت مش من هنا، أنت بنت المسيح. بدل ما الشيطان يغويك ويجرك عشان تشابهي البيئة اللي حواليك، أنا عايز أفكرك وبلسان المسيح إن ربنا بعتك هناك عشان تكوني نور، يشوفوا المسيح فيكي ويتغيروا، يسمعوا صوت المسيح على لسانك ويسيبوا السكة اللي ماشيين فيها، تكوني سبب خلاص لكثيرين، سبب خلاص لكثيرين. احنا مش من هنا يا بنتي، مش من هنا. لابد نكون زي ما قال المسيح له كل المجد، انتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أنت رايحة هناك عشان تنوري، عشان تنوري وتكوني صورة حلوة، صورة حلوة، يشوفوا المسيح فيك ويسمعوا المسيح على لسانك
وتكوني سبب خلاص لكثيرين. يعني بدل ما الشيطان يجرك كده وتموتي مع الأموات، ربنا ما يسمحش. ربنا عايزك تكوني شاهدة قوية، تشتغلي مع المسيح من دلوقتي، سلمي له حياتك وترمي عليه وقولي له أشتغل معاك، وتربحي نفوس لحساب مجده، وتعيش الحياة الكريمة اللي تمجد اسم الله، وتبقى فلانة حاملة الرسالة والمبشرة باسم يسوع المسيح. انت رحت امريكا، لكن امريكا ما تدخلش قلبك، انت مش من هنا خالص. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا لي وطن تاني. امين. ربنا يكون معاك ويبارك حياتك. انا ما اعرفش خلصنا اسئلة ولا نسيب الاسئلة، واشوف مجد الله، اشوف العجب قدامي، حاجات صحيح تمجد اسم الله. شوفوا، اعطوا للرب مجدا. انا كنت مرة قلت وبقول تاني وبكرر كلامي، خدوا بالكم من كلامي، في احاسيس او احلام او رغبات ان المسيح هيتمجد في مصر. امين امين. كنت طلبت من كل مؤمن، من كل مؤمن، مسيحنا له كل المجد، قال باسمي يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. مين يا رب؟ قال هذه الايات تتبع المؤمنين، كل مؤمن، كل مؤمن، كل مؤمنة. واحد يقول انا الغلبان، ايوه انت، انت يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. فانا قلت لو قدامك حد مريض، روح بإيمان وثقة، قول باسم يسوع المسيح الناصري يشفى، هيشفى. وبقول الكلمة دي لكل إنسان مسيحي مسلم، أي إنسان، روح باسم يسوع المسيح وشوف الرب هيعمل إيه. وننتظر، وقدامي الكلام أهو. أنا قلت لكل إنسان، ما فيش، أصلي السر مش في الإنسان، السر في الاسم الحسن اللي بنقوله باسم يسوع المسيح. فأي إنسان بإيمان هيقول باسم يسوع الشيطان يخرج، هيخرج باسم يسوع، فلان يقوم هيقوم، يشفى هيشفى. وأرى لكم حاجات من اللي بعتوها لي. سمعت قدسك بتقول انت ليك سلطان تقول للمريض باسم يسوع قوم وامشي فيشفى. وبالفعل اختي مرضت، وكانت نتيجة المسحة ايجابية، وبدأت تدخل في ضيق في التنفس وآلام شديدة في الزور، وكان بيخدمها زوجها في عزل منزلي وهو مريض بالكبد. وبدأنا نجهز بعض الأجهزة الخاصة بالتنفس، فتذكرت كلام قدسك، مسكت الصليب الخشبي وقلت باسم الرب يسوع المسيح وقوة دم صليبه وسلطان لاهوت المحي، يهرب المرض وتشفى. وكررت الكلام 3 مرات، وفي الصبح فوجئنا بها تتصل وتقول أنا خفيت، نفسي أصبح طبيعي، نفسي أصبح طبيعي، وألام الزور انتهت. وأكد الطبيب المعالج نفس الكلام، حقا يا أبونا سنرى عجبا. أمين. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. الرب هيعمل آيات ومعجزات، هيعمل آيات ومعجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات،
شغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. اقول حاجة تاني، انا حصل مع بنتي النهاردة معجزة في يوم السبت 13/6. بنتي صحيت من النوم سخنة قوي وتعبانة وبتكح، قعدت تعيط، قعدت تعيط انا يعني، ودخلت الأوضة وقعدت اكلم ربنا واقول له انت يا ربي قادر على كل شيء، اتمجد. وقلتش فيها زي ما قال ابونا مكاري باسم يسوع المسيح الناصري اشفيها، وقلت ليها بدموع قومي زي ما ابونا قال، وشربتها من المية. بعدها جسمها عرق لكن ولا كأني عندها حاجة، مبارك اسم الله والمجد لله امين، ولا كأني كان عندها حاجة. ايه العز ده كله، ايه العشف. مساء الخير يا ابونا، انا بنتك فلانة عايزة اشهد عن عمل الرب يسوع مع ابويا. كان الاسبوع اللي فات حرارته عالية جدا وفضل اسبوع مش بتنزل، كلمنا دكاترة كتير، اخد ادوية كتير ما عملتش مفعول خالص، وافتكرنا انها كورونا وبدأنا نتعامل معاه على هذا الأساس. لغاية يوم الجمعة اللي فاتت 12/6 قبل اجتماع قدسك يا أبونا حطينا المية، ده اجتماع المسيح، وبدأت تصلي وقلت كل اللي تعبان يطلب شفاء، ولما يحصل المعجزة ابعت لنا. وبابا وأنا فضلنا نصلي معاك يا أبونا. وقتها كان بابا حرارته عالية وكان تعبان قوي، وبعدها شرب من المية وكام دقيقة وحرارته نزلت خالص وبدأ يقوم وبقى كويس جدا والحرارة ما رجعتش تاني، ونشكر رب المجد يسوع. شوفوا بكرر كلامي تاني، الرب بدأ النهضة، بدأ النهضة بدليل الناس الكتير قوي اللي بتقدم توبة، اللي بتقدم توبة، اللي بتقدم توبة. أما اللي زايغين مع الشيطان دول ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم. بكرر كلامي، بقول إن اسم المسيح هيتمجد في مصر، اسم المسيح هيتمجد في مصر، اسم المسيح هيتمجد في مصر. كل مؤمن مسيحي أو حتى غير المسيحي، روح قول باسم يسوع المسيح كن فيكون، وشوفوا هيحصل ايه. روحوا صلوا للمرضى، صلوا للمرضى. نعم، من مصر دعوته ابني. نعم، نشوف حاجة تاني. مساء الخير، هحكي عن معجزة حصلت معايا انا من سنتين. ما كنتش اقدر ابلع الاكل الا بمية، كان بيوقف في زوري كل لقمة لازم وراها بق مية، وكان في كحة غريبة بكحها كل ما باكل، وكان بيحصل لي ضيق تنفس بعد كل اكلة، كنت بحس اني هتخنق، وصدري كان بيوجعني جامد، وزني قل خالص من قلة الاكل. لفيت على دكاترة كتير، كان كل واحد بيقول لي حاجة غير التاني. كنت باخد أدوية كتير ما كانتش بتعمل حاجة، عملت أشعات وتحاليل وكل حاجة سليمة، فقدت الأمل في الدكاترة، ما كانش في أمل غير ربنا. حطيت مية قدام التلفزيون الأسبوع اللي فات وصليت، قلت باسم يسوع أخف، شربت المية غسلت بيها وشي، ومن ساعتها خفيت والكحة راحت ورجعت أبلع عادي والخنقة راحت. أمين. أقول الحكاية دي وخلاص. صباح الخير، أنا ابن الرب فلان،
حبيت أشارك بعمل الرب معايا. وصلت الاجتماع كان عندي سخونة 41.5. ياه، رحت للدكتور قال لي نعتبر حالتك كورونا، وقعد في البيت واعمل تحليل وهتطلع بعد 5 أيام. عملت التحاليل ومستنين النتيجة وقلقانين، خايف لو مراتي أخذت العدوى عيالي هيروحوا فين؟ احنا شغالين وما عندناش سكن خاص، ساكن في الشغل. سمعنا اجتماع يوم الأربع تقريبا 11/6 في حد من أمريكا قال له صلي لابن فلان يشفى. فأبونا صلى باسم التلفزيون عندي قطع، صلى باسم يسوع التلفزيون عندي قطع، وما تأكدناش من الاسم انه باسم كرولوس. ابونا صلى، حطينا مية قدام الاجتماع وشربنا وصلينا، والتحاليل طلعت عندي نسب عالية لكن حالتي الصحية جيدة جدا. الدكاترة استغربوا قالوا اعمل تحليل انت ومراتك. عملنا وحضرنا الاجتماع يوم الجمعة، صلينا وشربنا مية. ويوم السبت قبل التحليل سمعنا الإعادة بتاعت يوم الأربع، وتأكدنا إن أبونا بيقول يا رب اشفي كرولوس. وبعديها التحاليل طلعت وما عندناش حاجة، أنا ومراتي، ونشكر عمل الرب وبركة الاجتماع. أكتفي بالمقدار ده، وهتسمعونا حاجة. مساء الخير يا أيوة. أبونا، أنا أيوة. كرولوس صوميل سعد من مركز إسنا محافظة الأقصر. قدسك، أنا كنت مريض بمرض السكر وكنت حزين جدا لما أنا اكتشفت عندي المرض ده، وقعدت أصلي كتير إن ربنا يشفيني. وجه قدسك، حضرت الاجتماع بتاعك يوم 29/5. قعدت أبص فيك كتير وعيني دمعت وحدي وحدي، وقعدت أقول يا رب اشفيني بشفاعة أبونا مكاري نعم. بعد منها على طول غمضت عينيا، شفت المسيح في عيني بيضحكلي. بعد منها شربت المية ورحت حللت السكر، بدل ما هو كان بيبقى 250 رحت لقيته 140. ساعتها فرحنا. بعد كده قلت لازم ان انا اتأكد تاني، قلت يا رب ارجوك ما تحرجنيش وما تكسفنيش، ارجوك يا رب. بعد منها على طول رحت حللت تاني، لقيت السكر بتاعي 91. الدكتور قال ده طبيعي خالص. وبشكر ربنا وبشكرك يا ابونا مكاري ونان، وربنا يديم قدسك ويخليك لينا يا رب. شكرا خالص. سلام ونعمة يا أبونا. أنا اسمي عادل من الجيزة. كان في واحدة أصابنا في البيت، هي غير مسيحية، كان مشتبه عندها كورونا وعزل نفسها. فإحنا حضرنا صلاة يوم الجمعة على التلفزيون، كنا حاطين مية شربنا ورشينا البيت منه ورشينا على البيت بتاعهم. و هي كان بقالها اسبوع ما بتنزلش، جيت معد النهارده لقيتها قاعده قدام البيت وتمجد اسم المسيح وفتح المحل بتاعها وقاعده بتبيع فيه، والمسيح اتمجد معاها وشفاها وسابونا. واذكرنا في صلواتك وصلينا. مقبل الاياد يا ابونا مكاري. انا اشرف من اسيوط. انا كنت مسافر للكويت من 29 سنة، وكان عندي كعبي مألمني، وكنت مرشم من زيت لمبة بشوي وماري جرجس ومن مية الاجتماع اللي كنت دايما احضره لك. وبإذن المسيح كعبي خف ومبقش ياخد علاج والحمد لله. الثانية ان انا في زمن الكورونا اخذت مستحقات اللي هي شبه مستحيلة، فقلت لازم احدث بمجد الله
وصلواتك يا أبونا، وليتمجد اسم الملك المسيح، آمين. سلام السيد المسيح يكون معكم. أنا النهاردة اسمي ميلاد إبراهيم غالي من مركز مغارة. كنت النهاردة يوم 16/6/2020، كنت تعبان جوا النهاردة وجنبي وجعني، ورحت الصيدلية خدت حقنة مسكن وجيت البيت تعبان، وقول له روح عند الدكتور، قلت لهم لا مش هروح عند الدكتور. رحت جبت التليفون بتاعي وجبت أبونا مكاري وجبت صلاة لأبونا مكاري وشيعة المرضى، وحطيتها على كوباية مية وشربتها. بعديها بعشر دقايق بالظبط نزلت مني حصوة والحمد لله، وربنا تمجد على يد أبونا مكاري يونان، وشكر لهذا المعجزة. لسه النهاردة حالا وأنا ما بعت لكم الرسالة، لسه من عشر دقايق الحصوية نازلة. أقبل الأيادي أبونا الغالي الحبيب على قلوبنا جميعا. دايما كنت قدسك بتقول في كل اجتماع النهضة جاية جاية والبركة هتعم، فكنت دايما أسأل نفسي ودايما مشغولة بالكلام ده، هي ايه النهضة وابونا يقصد ايه بالكلام ده، وايه النهضة اللي هتكون على مستوى العالم. انا كان فعلا دايما مشغولة بالكلام ده، لكن يظهر الرب لما بيؤمر بكلام او بيقول كلام او بيصدر اي كلام بيكون فعلا كلامه لا يزول، وبيحط على لسان قدسك فعلا بتجيب من على قلبه وبتدينا فعلا. قدسك بركة كبيرة في حياتنا، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يا أحلى بركة في حياتنا. أنا أحب أشهد عن عمل المسيح في حياتي، والرب فعلا وراني النهضة عملي في بيتي. أنا كان جوزي لي 14 يوم تعبان وكان ما عندوش أي أعراض تدل إن هو عنده كورونا، كانت كل أعراض تانية خالص. فضل 14 يوم تعبان، واليوم ال15 كان تعبان جامد ونزلنا بيه للدكتور، برغم ان في خلال ال14 يوم كنا متابعين مع الدكتور. في اليوم ده نزلنا وعملنا أشعة على الصدر، والدكتور طلب الأشعة دي وشافها وراح قال لي ان دي التهابات شديدة وان هي طلعت كورونا. كانت صدمة شديدة جدا جدا ليا، لان احنا كنا خلال ال15 يوم كنا مخالطين مع جوزي، انا وولادي اتنين، وكنا معاه وما كانش في اي شك ان هو في اي حاجه تدل ان هي كورونا. جبنا كل حاجه في البيت ويتعالج بيها، لكن كان الموضوع صعب والموضوع كان كبير كبير جدا انه يقعد في البيت، لانه كان جايله في الرئتين، ما كانش اللي هو الدرجه الخفيفه. وفجأة في يوم الحرارة ما كانتش راضية تنزل، الحرارة واقفة، التنفس أنا كنت بقيس له التنفس في البيت، الأكسجين في الدم، الأكسجين كان بيقل، ولما كنت براسل الدكتور كان بيقول لي اجروا حالا احجزي له، يتحجز يتحط في المستشفى، لازم يتحط تحت الأجهزة، لازم يتحط تحت الأجهزة. وفعلا فضلنا الليلة دي كنا بندور على مستشفى، وكانت حرارته واقفه ما بتنزلش، والتنفس ما بيعلاش لان كده ده خطر. فاحد الحبايب بلغ قدسك وكلمته في التليفون، كلمته جوزي، وانا فعلا حطيت التليفون على دماغه وقدسك صليت له. وبعدها تاني يوم الحراره لقيناها نزلت والتنفس لقيناه عالي، ولدرجة الدكاترة كانوا بيقولوا فعلا ربنا ادى لجوزك حياة جديدة، حياة تانية، دي معجزة مش كلام. اللي زي جوزك ده يا اما بيموت يا اما بيتحط على الاجهزة مرمي في المستشفى. فعلا ربنا وراني النهضة وشفتها بعناية. اولا جوزي كده ليه شهر، انا ولا ضرني اي شيء، ولا انا ولا ولادي، وجوزي قام بالسلامة. الكلام ده حصل الجمعة اللي قبل اللي فاتت، وأنا بعلن المجد للمسيح، وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا قدس أبونا الغالي. شكرا. خلاص. المجد للمسيح.
المسيح واحد. ايوه لا مش مظبوط كده. ايوه لا علي شوي. ايوه باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعطوا مجدا للملك المسيح، اعطوا مجدا للملك المسيح، اعطوا مجدا للملك المسيح. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان الله محب في ثلاث جوانب. الله أحبنا، هو بيحبنا، والتانية نحن نحبه، والتالتة نحب بعضنا بعضا. بنتكلم في نحن نحبه. فاتكلمنا الأول عن العلامات إن إحنا بنحبه، حفظ الوصايا وترك الخطايا إلى آخره. وابتدينا نتكلم عن البركات، اللي بيحب ربنا له بركات. فاتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا من أولى البركات بيقول الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. اتكلمنا عن الحتة دي، أول بركة، أول بركة بينالها الإنسان اللي بيحب ربنا إن ربنا بيقول أظهر له ذاتي. قلت مش معنى يظهر له ذاته بس عشان يشوفه شخصيا أو كإنسان، لا، يظهر له ذاته في ملء المحبة، في ملء الفرح، في السلام، في القوة، في الحاجات المبروكة جدا. قلت البركة الثانية يقول رب المجد يسوع هو والآب يقول عنده نصنع منزلا. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. واتكلمنا عن الحتة دي، قلنا ممكن الإنسان المسيحي يكتب يافطة على صدره ويقول هنا يسكن الرب، هنا يسكن الرب. تعالوا نكمل الكلمتين دول، نحن نحبه، ولما بنحبه لينا بركات لا توسع. نمرة ثلاثة بيقول ايه؟ نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. نمرة ثلاثة، كله للخير. احنا ساعات بنسمع الكلمة دي بتتردد على ألسنة كتير أو ألسنة الكل، كله للخير كله للخير. لكن كله للخير لمين؟ لمين؟ للي بيحب ربنا، للذين يحبون الله. أقول تاني، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مش كله للخير وبس، لا لا، كله للخير لمين؟ للي بيحب ربنا. يعني ايه؟ يعني للي حافظ الوصايا مثلا، اللي حافظ الوصايا. يعني ايه؟ يعني باختصار اللي عايش حياته توبة حقيقية. ربنا بيقول له كله للخير، كله للخير، حافظ الوصية، عايش حياته توبة حقيقية، نقدر نقول له كله للخير. لكن نيجي نسأل، يعني احيانا ويمكن مرات كتير بنلاقي مثلا حسب الظاهر إن اللي حاصل في حياة فلان حسب نظرنا البشري أو نظرتنا البشرية مش للخير. يعني إيه؟ فلان عيان أو أصيب بمرض الكورونا
هتقول لي ده للخير، اقول لك اه، ما دام فلان بيحب ربنا يبقى كله للخير، ده وعد ربنا. بس ده عيان وليكن، ده ممكن يموت وليكن، ليس هو موت لعبيدك، ده رايح عند حبيبه، عند حبيبه. فلان خسر في تجارته، حسد الظاهر دي حاجة وحشة، نقدر نقول له كله للخير؟ أيوة. ليه؟ لأني لما فلان القرش زاد في إيده هيبتدي يتدور ويدي ظهره لربنا، فربنا يعمل ايه؟ هوب، ضاعت الفلوس، اتدور تاني، اترمي عند رجلين المسيح. كله للخير للذين يحبون الله. ومن قس الخير ده بحسب نظرتنا البشرية، دي صحة، دي فلوس كتير، ده ملك، ده بيع، لا 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 لا، مش هو ده الخير. الخير نقدر نحصله في الحياة الأبدية. ايه الحاجات اللي تخدم خلاصي واللي تأكد حياتي الأبدية واللي تثبت أقدامي على الطريق؟ هو ده الخير. إنما الأمور الزمنية اللي حواليا ملهاش قيمة، لا تودي ولا تجيب، لا مال هينفع ولا صحة جسد هتنفع ولا ملك هينفع ولا كل ده، لا ينفعك المال ولا ايه ولا الجمال. تتغير الأحوال لما يسوع يجي. لا ينفعك المال كلا ولا الجمال، لا ينفعك المال كلا ولا الجمال. تتغير الأحوال لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تتغير الأحوال لما يجي. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إيه هو الخير الأساسي؟ هو خلاص نفس الإنسان. يبقى كل الأشياء تثبت أقدامه، تزيد إيمانه، ثمره يتكاثر، يزداد في المحبة، إلى آخره من الكلام ده، كله للخير. عشان كده يقول قولوا للصديق خير، قولوا للصديق خير. مش كل واحد، مش كل واحد، للذين يحبون الله. حاجة تاني أقولها من البركات الكبيرة اللي منتظرة المؤمن الأمين اللي بيحب ربنا، اللي بيحب ربنا، بيقول: بل كما هو مكتوب، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. هذه الحاجات اللي تفرح وتشبع القلب. ما لم ترى عين، حاجة ما شفتهاش عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. الله. يا أبونا بولس، نعم، الرب أخذك
للسماء التالتة للفردوس. ممكن تحكي لنا حاجة عن اللي شفته؟ ده حاجة ما شفتهاش عين، فيش حاجة تقدر توصف. قال ما فيش كلام يوصف، فيش كلام يوصف. الله. أمال أبونا أشعيا بيقول رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي وأذياله تملأ الهيكل. إيه ده؟ ألا ده نبوة عن سر التجسد، عن سر التجسد. لكن اللي منتظرنا ما شافتوش عين، ولا يخطر على بال إنسان اللي منتظرنا المجد اللي يفوق كل عقل. ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما عده الله للذين يحبونه. في تأمل جميل، بيقول في السماء مشاني ذاتي نساني، ايدي في ايده ويا هناني. لحظه هنيه غاليه عليا، صورته هتفضل ماليه عينيا. جماله بارع هز كياني، وحبه البالغ أعجز لساني. إلى آخر من التأمل. خدني في السماء مشاني، في السماء مشاني ذاتي نساني، ايدي في ايده ويهناني. في السماء مشاني ذاتي نساني، ايدي في ايده ويهناني. لحظة هنية غالية عليا، صرت حتفضل ملي عيني، ملي عيني. جمال بارع هز كياني، وحب البالغ أعجز لساني، أعجز لساني. إلى آخره من التأمل. ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. عشان كده لما معلمنا بولس الرب أخذ للسماء الثالثة، معلمنا بولس من حسن اللي شافه ومن مجد اللي شافه قال له لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. يا سلام. لي اشتهاء أن أنطلق
وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. إيه يا أبونا بولس؟ قال لا 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 لا، اللي شفته ده حاجة تاني، اللي شفته ده حاجة تاني، تخليني مش عايز استنى في الجسد في الدنيا لحظة واحدة، لي اشتهاء أن أنطلق صاروخ. يا سلام، لي اشتهاء أن أنطلق. ده الإيمان، ده الإيمان، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم تخطر على قلب بشر ما عده الله للذين يحبون. دي المسيحية، دي المسيحية. عشان كده يقول شوقني ليك، حببني فيك، ساعدني أعمل ما يرضيك. أنا روحي فيك متعلق بيك، أمين تعالى أنا مستني، أخذني العن. يا سلام، ليشتهى أن أنطلق. أنا روحي فيك متعلق بيك، آمن تعالى أنا مستنيك، آمن تعالى أنا مستنيك، حببني فيك، شوقني ليك، ساعدني أعمل ما يرضيك، ساعدني أعمل ما يرضيك، واسبيني فيك، واشغلني بيك، ساعدنا أولانا كل ليك، ساعدنا أولانا كل ليك، عايز أرفعك وأعليك، اديني خدمة تليق بيك، اديني خدمة تليق بيك. ما لم ترى عين، ده اللي مستنينا في السماء. هنا في ايه؟ شوفوا ضيق فكر الانسان، لان العين مرخية على الأرضيات وعلى الفانيات. تلاقي لسان حال الإنسان، ربنا يطول عمرك، ربنا يطول عمرك. يا سلام، كنا بنتأمل فيه ونقول أخذوا المسيح، أخذوا المسيح النهاردة، يعني فلان أخذوا المسيح، أخذوا عنده مسيح، في حين إن العالم تلاقي لغته لما يحب يدعي على فلان أو يتمنى له الشر يقول له روح ربنا ياخدك، روح ربنا ياخدك. إنما المفهوم الروحي الحلو ان الانسان يوصل عنده، يوصل عنده. ده كلام وعظ، ده كلام وعظ. خلينا نعيش يا رب، غربنا عن العالم يا رب، وارفع عيوننا لفوق، نتملى فيك وحدك، نشتهي نكون معاك، تتبدد المخاوف والقلب يمتلي بالسلام، ويبقى لنا طلبة واحدة، ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. ليه القلوب مليانة بالخوف؟ وليه الناس مرعوبة ومفزوعة؟ ليه؟ إن لسه حبال العالم ربطانة، والأمور الأرضية والزمنية شدانة لتحت، لكن يوم ما تتقطع الربط بالأرضيات والأمور الزمنية نغني مع عبد الرب بولس، نقول ليشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا.
يبقى للذين يحبونه ما لم ترى عين. آخر حاجة أقولها، لا يعني في حاجة حولها في الآخر. بيقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. أقول تاني، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، نعم، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة، إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. عدت أتأمل وأريد شوية يعني إيه إكليل الحياة. لقيت مثلا جنبه في إكليل البر، في إكليل المجد. ايه معنى الحاجات دي؟ اذا تذكى ينال اكليل الحياة. فلقيت بيجيبوا الناس اللي بيفسروا اللي بيتأملوا، جايبين جايب الحتة جنب الحتة دي، بيقول الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله، نكون مثله، نكون مثله، لأننا سنرى كما هو. العقل يحتار في الكلام ده، نكون مثله يعني إيه؟ فقالوا إن إكليل الحياة ده رمز أو هالة من النور تحيط برأس القديسين، هالة تحيط برأس القيامة. هالة إيه؟ يعني مجد المسيح لينا هنا، بقينا زيه. حياة المسيح بقت حياتنا. إكليل الحياة لأن حياتنا من حياته، حياتنا من حياته، وما بقاش الموت له سلطان علينا، ده انتهى وبقينا أحياء في المسيح يسوع، لينا حياته. إكليل الحياة، نصير مثله، الله الحي وفلان في السماء حي. أمين. ده المجد العظيم، المجد العظيم، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة، إكليل المجد، إكليل البر. لنا مجد، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. ده المسيح له كل المجد. أما بيقول إكليل المجد، يقول أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، بيكلم الآب المبارك. فيبقى مجد الآب صار لي، ومجد الإبن، وحياة الإبن صارت لي، وصرت كما هو، لأننا سنراه كما هو، نكون مثله، نكون حاجة فوق مستوى العقل. احنا بنتأمل كده كلام قاصر، كلام قاصر، لكن هنروح فين؟ في وسط المجد اللي منتظرنا، المجد. يا سلام، الإنسان في تعقل وفكره يرتفع لفوق ويغمض عيون الجسد، قول له افتح عيون إيماني، عيون إيماني عشان أتأمل فيما ينتظرني، أتأمل فيما ينتظرني. حبال العالم شدانا، والمحبات الغريبة ملكة علينا، نقول له قطع كل الربط ودينا انطلاقة بالروح وبالإيمان عشان نعاين مجدك، نعاين مجدك، نعاين مجدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. آخر حاجة من البركات للي بيحبوا ربنا، بركات للي بيحبوا ربنا. بيقول إيه؟ فأورث محبية رزقا وأملأ مخازنهم.
تمثال 8:21. أقول تاني: أورث محبي رزقا وأملأ مخازنهم. دي بركات أرضية. إيه بقى البركات الأرضية؟ فيش إنسان يعيش مع المسيح ويحب المسيح ويحتاج. يقول: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه وذرية له تلتمس خبزا. كنت فتى وقد شخت، يعني طول عمري من صغري ودي شعري شاب، ما شفتش إنسان تقي يحتاج أو يمد إيده. هنا بيقول أورث محبي رزقا وأملأ مخازنهم، بل بالعكس تبقى الخزنة مليانة. ليه؟ لأني مفيش محبة مال في قلبه، قلبه خالي، كله متكون في الخزنة، عايز يوزعه، مش ليه، مش بتاعه، مش في ايده. فتلاقي الانسان الامين والصديق انسان لا يمكن يحتاج، بل بالعكس ايده تملي ممدوده بالخير، ايده تملي ورث محبي رزقا واملا مخل. اي انسان بيحب ربنا هتلاقي غني، او على الاقل مكتفي، أو على الأقل عمره ما يمد إيده، عمره ما يمد إيده. ورث محبية رزقا، فيبقى الإنسان اللي بيحب ربنا مش بس له بركات سامية فوقانية، سامية فوقانية أو روحانية، يعلن لينا ذاته، نراه كما هو، إكليل الحياة إلى آخره من الكلام ده، عنده نصنع منزلا. لا، ده اللي بيحب ربنا له بركات هنا، له بركات زمنية، لا يمكن يكون محتاج، لا يمكن يمد ايده لإنسان، لا يمكن يبات جعان. إنسان غني، إنسان معطي، ايده ممدودة تملي بالبركة. الذين يحبون الله ينعمون بالبركات. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ننحني للصلاة. كلم المسيح، له كل المجد معانا وفي وسطينا، هو اللي كلمنا وفرحنا وعزانا، هو اللي وعظنا وعلمنا، هو اللي نبه عقولنا للمجد الآتي واللي منتظرنا في السماء. هو اللي كلمنا عن البركات اللي تخصنا لان احنا بنحب ربنا. قول يا رب زود محبتي ليك، املالي قلبي بمحبتك، احبك وحدك وليس سواك، احبك من كل القلب والعقل والنفس. صلي صلي. وللمحبة أحب ربنا في علامات، علامات إني أحفظ الوصية وما أكرهش إنسان وأعيش توبة حقيقية عشان أقول أنا بحب ربنا، تبان في حياتي العلامات، ومن غير ما أتكلم يبان في أعمالي حب الرب في قلبي. بحبك وليس سواك، بحبك ولا حد شوياك، حبيبي وحده يسوع المسيح. صلي
بتصلي انه انزع يا ربي من قلبي محبة العالم، محبة المال، كل محبة غريبة، وساعدني احبك من كل قلبي يا رب، واقول وحدك وليس سواك، وحدك وليس سواك، احبك يا يسوع ولا حد شوياك. صلي من قلبك، صلي من قلبك، انزع من قلبي كل محبة غريبة يا رب، انزع من قلبي كل محبة غريبة. أحبك يا رب يا قوتي، أحبك يا رب يا قوتي. صلينا بثقة وبإيمان، الرب سمع واستجاب. آمين آمين. هكرر كلامي وأقول من أجل مجد المسيح وإعلانه، أروح لأي مريض، أنت المؤمن، أنت الإنسان، أي إنسان، روح بثقة وصلي باسم يسوع المسيح المريض يشفى، باسم يسوع المسيح الشيطان يخرج، واكتب لنا والرب هيصنع آيات ومعجزات. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. وقبل ما ننصرف هقول نصلي من أجل المرضى طبعا، نمرة واحد، البنات اللي اتأخروا في الزواج وعدم الخلفة، والزوج اللي بيسيب مراته ومرتبط بحد تاني، ونصلي من أجل الثانوية العامة ومرضى الكورونا. نصلي من أجل كل اللي طالب صلاة، كل اللي طالب صلاة. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.